رمضان بنكهة أخرى. قد يفضل البعض غلق باب مطبخه لتحضير الفطور في يوم رمضان لتكون المنتوجات والأكلات الجاهزة الخيار الأمثل بعد يوم كامل من الصيام والتعب والعمل. موضة أصبحت منتشرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة. أطباق من الحوت متنوعة وجاهزة يوفرها الشيف جيمي لزبائنه في رمضان تحت شعار تدي فطورك واجد. فكرة لاقت استحسان وتجاوب الجميع ممن يعشقون الحوت والأسماك خاصة في هذا الشهر الفضيل. بو هنا في الأوروبا تاعنا في رمضان باين عندنا لي سوك البوراك لي كيش لي صالاد وعندنا توجور دوزيام بلا سا ديبون واش ندير لهم اندكسيبيا من داك لو باتون صوص وكراوش وكلش فري على ضمانتي. الحمد لله حنا هذه الفكره جاتني العام اللي فات رمضان تاع العام اللي فات تماك بداو الناس تعرف شاف جيمي بهذه الفكره اللي درتها تاع لي سوك البوراك لي صالاد تما لي روبا كان لي الناس تجي ديهم لعندي تروح بيهم ديريكت للدار. كاين اللي يكونوا ماشي دايرين الفطور كاين اللي يكونوا خدامين ما عندوش الوقت لاخر. تما هذه الفكره جاتني العام اللي فات درتها والحمد لله الناس عرفتني بها ومازال نزيد نطورها الفكره هذه. حساء السمك بوراك بالجمبري طبق ثاني حسب الاختيار واكلات اخرى بالإضافة إلى العصائر يتفنن الشيف جيمي في تحضيرها وعرضها لزبائنه في محله مستغلا بذلك حسابه على الانستغرام مما أكسبه شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوافد عليه الزبائن من مختلف الولايات خاصة ربات البيوت العاملات ممن يفضلن شراء فطور رمضان جاهزا من الحوت والأسماك دون مشقة تحضيره في البيت. وهاد الفكره تاع كيما يقولوا تاع امبورتي باسكو على كاين الناس شغل من داك تكون في شغالاتها واحد يكون عنده ما على باليش راك تعرف خدمه تشد وكاين واحد ما على باليش انا واش عنده بروجي في ضروره ويخدم فيه تسكيفي يعيط لك انت كلش راك موجود تما شغل ما يتعبش ما يروحش يقضي في المارشي دي بهادي تجيب هادي سوا ديزون كاين الناس يجيهم ضياف يحبوا الحوت ماذا به يعيط لك شي واحد هاك اللي يعرف يشوف ويميتريزي الحوت قال يدي فوالهم جيني ضياف منا طبعا عيطونا بزاف ديك اليوم هكا قول لك اودي عندي ضياف ودوارهم جايين منا كيف يعني يحبلوني شباب اسك سي بوسيبل دير لي هكذا بيان سور نلبوا الطلبيه تاع الكليين اليوم هذا واش عندي ماذا تدي فطورك بالحوت واجد في رمضان مع خدمة التوصيل للبيت مبادرة الشيف جيمي التي صنعت الاستثناء عند الجميع خاصة ربات البيوت العاملات لتبقى هذه المبادرة متواصلة لآخر يوم من الشهر الفضيل. جيمي عرفتو في ريزو سوسيو في الانستغرام نتبعو عندي لاباج تاعو نشوف لي ستوري تاعو خويا ما شاء الله البنا والناس يقصدوه قاع يجوا ليه بارتيو خويا عنده حاجه شابه بزاف شفتو في شهر رمضان هدايا عنده لي شوا عنده بزاف لي شوا دايرنا سوب دو بواسون دايرنا واسمو شربات دايرنا موخيطو بيان سور عندنا توصيله كيما يقولوا دائما نبداوها من 4000 سما باسكو كاين كليون اللي يكون على باسكو وراني كاين كليون عيط لك بزاف نقولوا زعما نضل بيضا ندير ابراهيم تما ما يلحقش راك تعرف كيما يقولوا سيركيلاسيون شويه منا ماذا به شغل تبعتها له انت ديرها. كاين لابيس دو كروفات اليوم لي كيش بوراك سي بي اون صوص ou les jus pressés nature. Ah, c'est bien. D'accord. Donc, commandez deux soupes. D'accord. Quatre quiches. D'accord.